نبدأ محاضرتنا إن شاء الله ب جهزوا لي قلم بس أنا مكتب قلم. قلم مش موجود. قلم عشان. قلم بس دقيقة دقيقة. أيوة صدق. خلاص إنت الحين إحنا معنا اليوم بقية موضوع السابق اللي هو عوامل الرقابة. وصلنا إلى هذا المكان عوامل الرقابة. عوامل الرقابة نبدأ بالعامل الأول المتمثل في الكم، الكيف، الزمن، التكلفة. عوامل الرقابة. الكم، الكيف، الزمن، التكلفة. طبعاً هذه العوامل من خلالها نقيس أداء العمل من حيث كم كمية الوحدات المباعة في السوق، يعني يكون لدينا هدف تسويقي محدد بالكم، بالكمية، يعني بكمية الوحدات 100,000 وحدة، 150,000 وحدة. على ضوء هذا المعيار ممكن أقارن الأداء المتحقق بالأداء المخطط وأبحث على الانحرافات الموجودة. الكيف كيفية تحقيق هذا الهدف، كيفية تحقيق هذا الهدف. والزمن يكون أكيد الزمن، هناك زمن محدد لتنفيذ هذا الهدف. التكلفة أيضا، إذن دي الأربع العوامل لازم أحددها عندما أحدد المعيار. العوامل أحددها عندما أحدد المعيار والهدف، وهو بالكم والكيف. كمية الهدف بالكمية أحدده، وكيفية تحقيق هذا الهدف، والزمن المتاح لتحقيق هذا الهدف، والتكلفة التي تم وضعها لتحقيق هذا. عملية الرقابة تتم عملية الرقابة بثلاث مراحل، هي وضع المعايير أو الهدف. يعني إذا ندير سموها الرقابة القبلية، سموها الرقابة القبلية، بأن أحدد معيار معين، لأنه بدون معيار مسبق لا يمكن أن تتم الرقابة، لأنه لا يوجد هدف. على ضوئه بقارن الأداء المتحقق بالأداء المخطط. يبقى عندي هدف أو أسميه معيار، أضعه قبل، بعدين نقيس الأداء المتحقق اللي هو الأداء الفعلي وفقاً لهذا المعيار، وفقاً لهذا المعيار أو الهدف، ثم التعرف على الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، مش الصحيحة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية. أوكي؟ عفوا يا دكتور. تفضل. اتخاذ الإجراءات التصحيحية على مسؤول الرقابة، ولا هو يرفع بما بالانحرافات والاختلالات اللي موجود، وعلى يرفع للأقسام لتصحيح هذه. هو ما فيش حاجة اسمها رقابة وفي واحد اسمه مصحح. لا، ما فيش حاجة اسمها رقابة، يعني معي لجنة رقابية. لا، أنت كمدير وضعت الأهداف، وبالتالي عليك أن تقوم بالرقابة وتصحيح الأهداف، لأن المشرف أو المدير، إحنا قلنا الإدارة هي تنفيذ الأعمال بواسطة الآخرين ومعهم. أنا ما أكلمش واحد يراقب ويرفع لي تقرير. في بعض الدوائر تسميه الرقابة والتفتيش. سيبه دي بالقطاع العام. بالقطاع العام موجود عندنا حاجة اسمها الرقابة والتفتيش، بس الرقابة والتفتيش تعمل عملية ما هيش رقابة زي المشرف، هذه الرقابة في حالة ما يكون في مخالفات تنزل اللجنة وتفحص هذه المخالفات وترفع تقارير للمدير العام. يا أخي دي بمثابة جهاز لوحده. أنا بتكلم على عليك أنت كمدير إدارة تسويق، وضعتك كوظيفة من وظائف المدير نفسه. دي وظيفتك يا أخي، وظيفتك وليست وظيفة لجنة متخصصة. أنا لو نشتي ميع العام هلك أقول له لقال مش كده. لا يا دكتور، حتى إن كان في قسم رقابة وتفتيش، هو بالأخير كل يعني يعتبر يد من يد المدير، ماش قضية يد من يد المدير العام. نعم، مدير إدارة أو كذا حاجة زي كذا، يعني نظام موجود داخل الإدارة. أنا بتكلم عنه المدير نفسه يقوم بعملية الرقابة. كيف يعني؟ أنا بحدد الهدف، وبعد ما حدد الهدف بكلفه وأعلمك ودربك على الأداء الذي يحقق هذا الهدف. ثم أثناء الأداء أبقى مشرف عليك، وأبقى
متصل فيك، هذا هو الاتصال. الاتصال هو ايه؟ الاتصال هو الاشراف والتدريب التوجيه. والتوجيه حتى لا تنحرف عن الاهداف المحدده لك مسبقا، مش انتظر وبعدين خلي لجنه تجي تبحث وتصحح هذا الكلام غير صحيح. يجب ان يكون انت على اتصال مباشر بالعاملين وتصحيح الانحرافات اول باول حتى لا يقع الفأس بالراس، وحينها لا ينفع الندم. يبقى اذا اساليب الرقابه، هناك عده اساليب يا ساده انا حسردها لكم سرد، وذا ممكن تاخذوه في الاداره الماليه. انا ما حبيت ادخل كذا دخلات في مواضيع كذا حتى لا نضيع الوقت. في اساليب الرقابه انتم حتاخذوها بالماده الذي ستاتي بعد ان شاء الله. اسلوب الموازنات التخطيطيه، انا بعمل موازنه، اسوي موازنه للخطه، وعلى ضوء الموازنه يتم الرقابه خلال وضعت بنود للموازنه، تكاليف، وقت محدد لتحديد هذه لتنفيذ هذه الاهداف، وبالتالي على ضوئها يتم الرقابه، مقارنه الاداء المخطط المتحقق بالاداء المخطط. اسلوب نظام التخطيط، البرمجه، الموازنه، اسلوب الوقت الفعلي، راح تبدا بالوقت الفعلي، وهذه اساليب من اساليب بيرت في الرقابه. اسلوب بيرت والتكلفه، اسلوب المراجعه الاداريه، اسلوب الرقابه الاماميه، اسلوب استخدام النسب الماليه، هذه النسب الماليه بتاخذوها بالاداره الماليه ان شاء الله، اللي هي نسبه السيوله، نسبه المديونيه، نسبه الاصول المتداوله، موجوده عندكم كنسب، لانه ما حبيتش انا اجيب لكم هي بالضوء على اساس لو اشتكي لكم امثله، وهذه الامثله موجوده في ماده اسمها الاداره الماليه، خليكم بتاخذوها ان شاء الله بالتفصيل. الاسلوب القائم على المعايير الرسميه المحدده. اوكي؟ اليوم ان شاء الله اليوم حناخذ موضوع اللي هي المزيج. المزيج التسويقي. سلام. مستلزمات الرقابة الإلكترونية. اليوم بناخذ إن شاء الله موضوع جديد، أنا بس هذه بقية المحاضرة السابقة، هذه بقية المحاضرة السابقة ما اكتملت معنا نظرا لضيق الوقت، وانصرفنا قبل أن نأتي إلى استراتيجية المزيج التسويقي. استراتيجية المزيج التسويقي، لا شك أن استراتيجية التسويق تختلف باختلاف القطاعات السوقية المختلفة. يعني استراتيجية التسويق أنا وضعها بحسب القطاع السوقي المستهدف. إدارة التسويق هي بصدد وضع هذه الاستراتيجية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تعمل في ظل نوعين من المتغيرات. نوعين من المتغيرات اللي هي المتغيرات البيئية. اللي هي المتغيرات البيئية. احنا عندنا البيئة هكذا لها متغيرين، في متغيرات داخلية يمكن السيطرة عليها، وهناك متغيرات بيئية لا يمكن السيطرة عليها، لكن يمكن التكيف معها. احنا ما نتكلمش اليوم على هذه المتغيرات الخارجية، بنتكلم على المتغيرات الداخلية، وعلى وجه الخصوص عناصر المزيج التسويقي. احنا بنتكلم على العناصر اللي هي 4 بي اس. بنتكلم على 4 بي اس. طبعا هذه من المتغيرات التي يمكن السيطرة عليها، يعني المتغيرات التي يمكن السيطرة عليها. نتناول كل عنصر على حدة. أولا استراتيجية المنتجات. يعتبر المنتج أو استراتيجية المنتج هي جوهر
الخطة التسويقية، جوهر الخطة التسويقية. نأتي إلى مفهوم المنتج. ماذا نقصد بالبرودكت كونسبت؟ برودكت كونسبت يعني مفهوم المنتج. المنتج كما عرفه كوتلر، عرفه كوتلر بأنه أي شيء يمكن تقديمه إلى السوق، أي شيء يمكن تقديمه ملموس أو غير ملموس، ملموس أو غير ملموس. لأنه كلمة المنتج، المنتج هنا أنا أتكلم على استراتيجية المنتج اللي هي البرودكت نفسه، ها؟ ده هيتكون من إما goods سلع، goods سلع أو service خدمات أو ideas أو أشخاص people يعني people ها أوكي يعني هذه هي والجودز نفسها حتنقسم إلى سلع استهلاكية سلع لا 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 تخلط لا تخلط ابدا حبة حبة استهلاكية وصناعية وصناعية وبعدين الاستهلاكية اللي بنقسمها إن شاء الله والصناعية اللي بنقسمها إن شاء الله بعد أن نتكلم على مفهوم المنتج. يبقى المنتج يكون في صورة سلعة أو خدمة أو فكرة أو أي تركيبة تجمع بين الاثنين. كيف ممكن تقديم البيبول كمنتج؟ البيبول كمنتج. بيبول. يا أخي شوف الإنسان أو بيرسون نفسه الشخص لما تتقدم للانتخابات ده منتج ولا مش منتج؟ منتج. منتج لا خلاص لما الواحد يرشح للعضو يجلس النواب او للرئاسه هو في الاول والاخير منتج يحتاج الى تسويق يقدم خدمه هو منتج في حد ذاته منتج انت كتنظيم سياسي تريد ان تقدم مرشح لك هذا هو منتجك تقوم بالترويج الاعلان دعايه شيء خلنا لا هذا المنتج وبالنهاية تقدم هذا المنتج للناخبين اثنين لو أنت مشكلة في حاجة يأكلهم ما يأكلهم شيء أنا بتكلم على منتج بتكلم على إيه على منتج يعني أنا عندي منتج بيقول ذا إنسان منتج ما هو أنا بقدمه لوظيفة معينة برشحه منتج هذا أنا عندما أدرس طلاب أنتم الآن إيش؟ مخرجات. لما يكون المخرجات بتاعي حق إيش مخرجاتي؟ أنتم منتجات ولا منتجات؟ بالنسبة لك. طبعاً. أنت لما تربي أولادك في البيت منتجات ولا منتجات؟ تعمل على إعدادهم ويمر بعدة مراحل، مرحلة التقديم والنمو والنضج والانحدار والشيء فوقه. ترجع الحياة في الليل. طبعاً هو منتج، هو في الأول والآخر منتج. طيب أنا بتكلم الآن المنتج قد يكون بصورة من هذه الصور، لكن حتى يكون المنتج قابل لأن يقتنى لا بد أن يحقق شيئين إشباع حاجة إشباع نيتس الحاجات والرغبات وارتس لدى المستهلك تدفع إلى اقتناء هذا المنتج لأنه أي زول يريد أن يقتني منتج هو في الأول والأخير لا بد أن يحقق له شيئين أن يشبع حاجة منفعة ولتمثل جوهر المنتج تمثل ايه جوهر المنتج يبقى المنفعة به هي التي تدفع المستهلك لشراء هذا المنتج تعالوا خلينا نشوف عندما يقتنع المنتج فإنه في الحقيقة يقتنى أو يشترى ليحقق benefits اللي هي المنفعة أو إشباع الحاجات النيدز
او الوونتس الرغبات، احنا تكلمنا ما الفرق بين النيدز والوونتس اللي هي ما الفرق بين الحاجات والرغبات، تكلمنا عليه بالتفصيل. ويحقق منفعة. ليش إخواننا قلت هنا منفعة؟ ليش أنا قلت هنا منفعة؟ شوف إذا كان مستهلك هو بيشبع له حاجاته ورغباته، يشبع الحاجات إيه؟ رغبات. إذا كان مستخدم لهذا المنتج لغرض إنتاج منتج آخر أو يساعده في إنتاج منتج آخر هو بسميه منفعة، بسميه إيه؟ منفعة، منفعة بينتفع من هذا المنتج ليحقق لينتج منتج آخر. تحليل قيمة المنتج، تحليل قيمة المنتج، يعني تحليل القيمة معناه تحليل القيمة الوظيفية لهذا المنتج. نحن عندما نحلل قيمة المنتج لا نحلل قيمة المنتج كما نراه نحن كمنتجين، ولكن نحلل قيمة المنتج كما يراه السوق، كما يراه السوق. يبقى أنت تشتري الساعة لغرض التباهي، والآخر يشتري الساعة لغرض تعيين الوقت. يبقى أنا بحلل قيمة المنتج وفقا للقيمة التي يعطيها من المستهلك. عندما تشتري السيارة أنت حتشتريها لغرض الانتقال من مكان إلى مكان، ذي قيمة بالنسبة لك. زول آخر حيحلل القيمة التباهي والمظهر والتفاخر في قيمة برضو. أنا بأخذ هذه القيم في عين الاعتبار عند التحليل لقيمة المنتج، وبالتالي بوفرها، بوفر هذه المنافع في كل منتجاتي بناء على طلبية السوق، بناء على المنافع التي أتوقعها يتوقع المستهلك من أن يحقق له هذا المنتج. غاية التحليل هي تخفيض أيضاً كلفة الإنتاج إلى أقل ما يمكن بالاعتماد على الوظيفة. يتطلب أن يقبل المشروع بصورة منهجية ودائمة بإعادة النظر في كل ما ينتج. أن يتم تحليل الأمور ليس بلغة السلعة. أنا بقول مش كلمة سلعة، أنا مستبعد كلمة سلعة، بقول بلغة المنتج، لأنه بقصد المنتجات كلها سواء كانت سلع أو خدمات، لأنه ما لا أريد أن أخصص الكلام ده، لا أريد أن أخصصه على سلعة بعينها، وإنما أريد أن أعمم على كلمة منتج. والمنتج ده اللي هو عبارة عن السلع والخدمات والأفكار والأشخاص إلى آخر. إذن بلغة المنتج ما أحلل، ليس بلغة المنتج يقول أن يتم تحليل الأمور ليس بلغة المنتج، بعد كلمة السلعة دي وخليها المنتج أفضل، بل بلغة السوق. هذا يستدعي مشاركة كل الإدارات التي تستطيع أن تؤثر على الوظيفة أو التكلفة. طبعاً ليست إدارة السوق فحسب، إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة التوزيع، إدارة كل الإدارات تشترك في تحقيق هذا الهدف أو هذه القيمة لهذا المنتج. لأن أنا لما أصنع لك الساعة في الصين وإنت في اليمن، من الذي يحقق لك المنفعة المكانية؟ التسويق صح ولا لا؟ واللي هي إدارة التسويق تحقق. ومن الذي حقق لك المنفعة؟ إدارة الإنتاج اللي قامت بها بالإنتاج. عملية تطوير أي منتج ما فيها شوية إلا تطوير المنتج، عملية تطوير المنتج تحتاج لمسؤول تخطيط المنتجات أن يفكر بالمنتج على ثلاث مستويات. أولاً نتكلم على المستوى، خلونا قبل نتكلم على الكلام ده خلونا نتكلم على أبعاد المنتج. أبعاد إيه المنتج؟ متى ذكرناها؟ الجوهرية أمس. أيوة بالضبط. أبعاد المنتج، أبعاد المنتج يعني المنتج كده خليه ثلاث دوائر، الدائرة دي والدائرة دي، ذا يسمى الكور اللي هو الجوهر، والجوهر ذا يتمثل بإيش؟ خلينا نشوف كده، يتمثل بالمنفعة بالمنفعة، منفعة المتوقعة من المنتج. قلت لك قد تكون منفعة التباهي، وقد تكون منفعة
نتكلم عليك.